ولكن لحظات إني أخير نفسي بين الجنة والنار. هاي مو لحظة، في كل لحظة نخير أنفسنا بين الجنة والنار. الزوج عندما يدخل البيت ويواجه شيئا في هذه اللحظة يخير نفسه بين الجنة والنار. الزوجة عندما تواجه موقفا من زوجها في تلك اللحظة تخير نفسها بين الجنة والنار. التاجر في متجره عندما تمر من أمامه فتاة في تلك اللحظة يخير نفسه بين الجنة والنار.